بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا أخواتي، أهلا أخوتي، مرحبا بكم، نورتونا. هذه المدرسة الابتدائية الشهيد زكريا موسى. هذه هي المدرسة اللي قريت فيها صغري، 6 سنين قريتها هنا. ما شاء الله أحسن أيام حياتي، ربي يبارك ويعطيهم الصحة كامل المعلمين اللي قرأونا، أيام لا تنسى ما شاء الله. هذه رجاجة، بلدية جبالة، دائرة مدرومة، ولاية تلمسان. بالنسبة للناس اللي ما يعرفوهاش، هذه مسقط رأس هنا الزادت هنا في العجائجة. هنا كان منزل تاع جدي الله يرحمه ويسع عليه، ربي يحفظ لي امي ما شاء الله. هنا يوجد قبر تاع جدي الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحم كامل موتى المسلمين. هذه مدرسة تاع الابتدائية تاع العجيجة، الناحية السفلية من تحت كان، والأخرى اللي وريتها لكم في الأول أنا ما قريتش في هذه، قريت في تاع زكريا موسى. هذا مسجد تاني تاع العجيجة، كاين هذا وكاين الاخر مليح. صورت لكم بعض المقتطفات، مرة اخرى ان شاء الله نصور لكم بالتفصيل. هنا كنا في منتصف النهار، الناس كانوا كامل مبلعين المحلات تاعهم، هياك تشوفوا الدعوة ساكتة. على اليسار متوسطة تاع عيدوني محمد، ما صورت لكم مليح تما تاني، قريت مرحلة متوسطة كامل تما. هنا الحمام هذا تاع العجيجة، كاين حمام واحد قديم تاع بكري. من المسجد راه من الجهة اللي منا، صورت لكم بعض المقتطفات باش ما نحكمش الناس. تحية كبيرة لكم كامل لا تشوفوا فينا، ربي يجازيكم كل خير. ما تنساوناش لايك، اللي دخلتوا معنا جداد ما تنساوناش اشتراكات، ربي يجازيكم كل خير. شكرا شكرا على التعليقات الرائعة تاعكم. وهنا نسيت باش نصور لكم من الاول، كي دخلتوا كامل تعرفون التهاو. هنا كنا نشربوا لاتاي مع الكاطو كما تشوفوا، باتيسي حاضر الحمد لله ما شاء الله. انا حتى كلينا وكملنا عاد باش بديت نصور، نسيت روحي. تعرفوا اللمه وكي نتلاقاو الاهل والاحباب الغاليين على قلوبنا. هذا الكاطو اللي خدمته معاكم اللي جبتو معايا، هنا راهم خوتي ولاد خوتي، ربي يبارك لي فيهم ويخليهم ان شاء الله، ربي ينورهم كامل ويحفظكم انتم تاني. وهنا امي ما راها، ربي يشافيها يا رب، والام تاعي ربي يحفظها، دعوا لامي ما بزاف بزاف ربي يشافيها يا رب، دعوا لها بصالح الدعاء ان شاء الله ربي يشفيها ويخفف عليها يا رب. وهنا العشاء تاني صورت لكم بعض المقتطفات، كنا نقليو البطاطا منا، منا عندنا يما وزوجة اخي يديروا في الزبيب يفور، كانوا حمروا الدجاج وداروه في الكوشاي ينشوى. انا كنت نشوف الاهل منا ومنا، جبرتهم صايك تقريبا كانوا مكملين في العشاء،
يما يتنشف هنا في السلطه باش دير لها باش تكملها يزينوها يحطوها ربي يحفظ لي ام تاعي ربي يفرحنا بها ويخليها لي تاج على رصادنا يا رب. وانتم تاني ربي يخلي لكم امهاتكم اللي ميتين ربي يرحمهم يا رب. هنا قلاو الكاوكاو باش نحطوه فوق بورطاجين تاعنا. هنا الفلفل طيبوه بالثوم والطماطم والفلفل مشوي ويما دايما تشوي الفلفل على الجمر. هنا نقطعوا في الطماطم والبصل باش يضيفوها للسلطه. وهنا كنا نحضروا باش ندخلوا نتعشاو هنا في الصاله تاعنا. احنا بدينا نحطو هذه خبز تاع مغنيه جارتنا طيبها ربي يحفظها يعطيها الصحه يا رب تحيه كبيره ليها. وهنا حطينا السلطه فلفل شكشوكه. هنا فوروا داروا الزبيب البرقوق فريت سقوها بهذيك لاصوص والدجاج داروه من تحت راه محمر. ومن بعد جابوا جي حوايج هكا ليموناد وكامل وما زدتش صورت لكم من بعد على بالي كي قعدنا شيخ وناكلو صايي نسيت روحي انا نعجز نفد التليفون بدي نصور مقتطفات صورت. وهنا صورت لكم الطريق باش انا كنا رايحين مروحين بعض المقتطفات ايضا ما حبيتش نطول بزاف خاصه كنكونوا لاهين مع حكايات مع الاخوان تاعنا وكامل نعجز نصور. هنا طريق تاع سيد طاهر كما راكم تشوفوا منطقه جبليه. هنا هذه البلاصه جبل اللي اسمها جبال كل واحد يحب بلاده كاش مو داير انا نحبها ونموت عليها ما شاء الله ربي يحفظها ويحفظ ناسها يا رب ويبارك في بلادنا الجزائر كامل ان شاء الله. هنا سيد طاهر هنا مفترق الطرق من الفوق على اليسار نروحو المغنية على اليمين نروحو الغزاوات. هذه هي اللي قلت لكم راني رايحه المره الجايه نحكي لكم وين رحت. هذه هي رحت لدارنا كما تشوفوا غزاوات هذه طريقها والبحر من هي يبان لكم بلاصه ما شاء الله تشبه الوهران غزاوات وهران تقريبا يتشابهوا. فوت نهار ما شاء الله شباب ربي يبارك في خوتي والدي يا ربي يخليهم لي وانتم تاني ربي يحفظكم كامل. شكرا على المشاهده وربي يجازيكم كل خير. ما تنساوناش اشتراكات واللايك وتعليق رائع يشجعني. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم ومهدا للمغتربين كي يشوفوا بلادهم على بالي متوحشين هاد بزاف ربي يرجعهم بخير. نبقى لي غنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.